بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن المجموعة الثانية من الشقوق الحامضية والتي تسمى بمجموعة حمض H2SO4 المركز. هندرس منها أملاح الكلوريد، أملاح البروميد، أملاح اليوديد. فلو ابتدينا بأول حاجة أملاح الكلوريد، هناخد جزء بسيط كده من الملح الصلب، مع كاشف المجموعة وهو حمض H2SO4 المركز، زي ما احنا شايفين كده حدوث فوران وتصاعد غاز HCl عديم اللون. هذا الغاز لو انا جبت ساق زجاجية مبللة بهيدروكسيد الأمونيوم هيكون معها سحب بيضاء، هذا في حالة الكلوريد. طيب لو جينا في حالة البروميد، هناخد جزء من الملح الصلب كده، مع كاشف المجموعة حمض H2SO4 المركز، قطرات كده بسيطة على الجدار. زي ما احنا شايفين كده حدوث فوران وتصاعد أبخرة برتقالية والمحلول نفسه بيتلون باللون البرتقالي، هذا في حالة البروميد. لو جينا في حالة اليوديد، بناخد جزء من الملح الصلب أملاح اليوديد، برضو مع كاشف المجموعة حمض H2SO4 المركز، قطرات بسيطة كده على الجدار. زي ما احنا شايفين حدوث فوران وتصاعد أبخرة بنفسجية وسود جدار الأنبوب، يعني الجدار لو احنا شايفين كده هنلاقيه أسود، هذا في حالة اليوديد. كده يبقى احنا عرفنا نفرق بين الكلوريد والبروميد واليوديد. ممكن برضو نعمل تجارب تأكيدية زيادة تأكيدية. فلو جينا في حالة الكلوريد، هناخد جزء من الملح، هنعمل منه محلول، مع محلول نترات الفضة. زي ما احنا شايفين تكون راسب أبيض، هذا الراسب عبارة عن كلوريد الفضة. طيب لو جينا في حالة البروميد، ناخد جزء برضو من الملح أملاح البروميد، نعمل منها محلول، مع محلول نترات الفضة. زي ما احنا شايفين تكون راسب أصفر باهت اللي هو بنسميه الأبيض المصفر، هذا الراسب عبارة عن بروميد الفضة. طيب في حالة اليوديد، ناخد جزء من الملح محلول، مع محلول نترات الفضة. زي ما احنا شايفين تكون راسب أصفر من يوديد الفضة. لو جينا شفنا في حالة البروميد هنلاقيه أبيض مصفر، هنا هنلاقيه راسب أصفر، هذا في حالة اليوديد.
في كمان ممكن تجربة تأكيدية تانية تبين لنا الفرق مع محلول خلاط الرصاص. فلو جينا خدنا أنبوبة كده مع أملاح الكلورايد، جزء من أملاح الكلورايد، هنعمل منه محلول في الأول، مع محلول خلاط الرصاص. زي ما احنا شايفين تكون راسب أبيض من كلوريد الرصاص، هذا الراسب بيذوب بالغليان ويعود بالتبريد. طيب في حالة البروميد، ناخد جزء من الملح نعمل منه محلول، مع محلول خلاط الرصاص. زي ما احنا شايفين برضو تكون راسب أبيض من بروميد الرصاص، هذا الراسب بيذوب بالغليان ويعود بالتبريد. طيب في حالة اليوديد، خدنا جزء من الملح نعمل منه محلول، مع محلول خلاط الرصاص. زي ما احنا شايفين تكون راسب أصفر من يوديد الرصاص، برضو بيدوب بالغليان ويعود بالتبريد. وبكده نكون انتهينا من دراسة المجموعة الثانية من الشقوق الحامضية.